واجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في بروكسل مع معالي الدكتور انزي لوجار وزير خارجية جمهورية سلوفينيا. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي من شأنها خدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.